سواديك مجموعة من الأمثلة، الأمثلة المحلولة، وترتيبكم بعض الملاحظات عن الإعازات، استخدام نقل البيانات وإعازات الإن والآوت. فكنت مسوية بس على إعازات نقل البيانات للإدخال والإخراج، سويت لكم أيضا عن الحسابية والمنطقية. ماشي، راح نجي شوية ناخذ من هاي الأمثلة، ناخذ من كم مثال حتى نشوف الحل مالتها. لديك السجل بي يحتوي على 3F، والسجل دي يحتوي على 24 بيانات. انقل محتويات السجل بي إلى السجل دي. انقل محتويات السجل بي إلى السجل دي. هاي مثال جدا بسيط. نطبعهم هاي الأمثلة. هسه نجي ناخذ أول أمثلة، ناخذ المثال. لديك السجل بي، سجل بي ايش قد بي؟ 3F، والسجل دي 24. اتبعوا علي يا طلاب. من أقول لكم الصوت واضح عندكم؟ صوتي واضح؟ واضح واضح إن شاء الله. من اقول لك عندك السجل بي هل قد يحتوي، والسجل دي او اي سجل او حتى الذاكره، من اقول لك بها بيانات، فانا ايش اسوي؟ اول شيء احط البيانات، اعبي البيانات بكل سجل. فراح ابدي مثلا عنوان البرنامج، فشلون اعبي البيانات بالسجل؟ ام في اي بي 3 اف 2001 2002. اذا ما ذاكرت لك القيم، إذا ما ذاكرت لك القيم، يعني ما حطت لك ايش قد تحط بكل سجل، إذا تحطهم بس تتعاملهم كبي ودي، ما يحتاج هذول. واضحة هاي النقطة؟ طلاب، إذا ذكرت لكم بالسؤال اكتب برنامج أو أن لديك السجل بي يحتوي على كذا بيانات، والسجل دي يحتوي على كذا، منطيتك رقم، إذا منطيتك أرقام فعبيهم بالسجلات عن طريق الـ MVI. إذا ما منطيتك أرقام، عندك بس كاتبت لك سجل بي وسجل دي، فماكو داعي لتعبئة الأرقام، واضحة؟ إذا أكتب لك إن السجل هذا يحتوي، حطه بي، إذا ما كاتبت لك يحتوي، لا تحطه بي، ماشي؟ هسه العملية شنو؟ أنقل محتويات السجل بي إلى السجل دي، عملية نقل بيانات بين سجلين، شو أقول موف؟ منو الأصلي؟ دي، ده أنقل من مكان إلى مكان. هذا هو سجل بي للسجل دي، هذا هو السؤال، هذا مثال. نعم، يقول لك مثال اثنين، السجل سي يحتوي 36، والسجل وش يريد؟ يريد ننقل هذا السجل إلى موقع الذاكرة اللي هو عنوانه ايش قد موقع الذاكرة؟ 50 60. والذاكرة خلينا قلنا لما ذاكرت لكم ايش قد الذاكرة تحتوي، إذا ما يحتاج أحطها. إذا أريد أنقل السي للذاكرة. ما دام عندي ذاكرة ايش قلنا؟ 2000، أحمل عنوان الذاكرة LXI H 50 60. ياخذ كم بايت؟ 3. هسه أريد أنقل السي للمن؟ أريد أوديها للإم، أريد أنقل السي أوديها للإم،
إذا شو أقول له؟ عملية نقل بين سجل وذاكرة مثل عملية نقل بين سجلين، شو حتكون؟ راح تكون موف سي للإيه، واضحة؟ والعملية الأخرى توقف. إذا عندي بدال الـ C للـ M، إذا أريد أنقل 36 مباشرة للذاكرة، شو أستخدم؟ أستخدم MVI M 36. واضحة هاي؟ طلاب واضح؟ وياي أريد مشاركة. واضحة. مشاركة. واضحة. واضحة هاي مثال. هذا الأمثلة. يعني أنا سويت لكم مجموعة من الأمثلة حتى سهل عليكم، يعني كل ما تقول أمثلة أكثر كل ما الإعازات شوية تسهل عليكم. واضح؟ واضح. واضح. نعم. أني حليت لكم كل مثال بأكثر من طريقة. الآن مثال أربعة. مثال أربعة. ست بلا زحمة بس الطلبات وافقة عليها. نعم. طلبات وافقة عليها. بعد خليني ما أضبط لكم الهاتفون. يمكن هذا الصوت يكون ضعيف عندكم. الشاشة طلاب صوت أوضح؟ واضح. نعم. واضح. نعم. الشاشة قدامكم؟ نعم. نعم. الشاشة اللوحة مو؟ اللوحة أمامكم هسه. أي ست. نعم. هسه نجي عندي أريد أحمل الموكب بمحتويات موقع الذاكرة. عندي موقع الذاكرة هو EE 00. هذا هو عنوان الام، علما أن موقع الذاكرة هذا يحتوي على 10. ايش يعني سداسي 10؟ هذا أريد أوديه وين؟ للماركم. أوديه للماركم. إذا أني بس أشوف عنوان شو أسوي؟ 2000 LXI HEE 00 2001 2002. الـ 2003 شنو؟ بما أنه أني مطيتك القيمة اللي موجودة بالذاكرة، قيمة البيانات، إذا شو أسوي؟ أحطها بالذاكرة. MVI شقد؟ ام 10 مو صحيح؟ 2004 هذا ياخذ بايتين. اذا ما ذاكرت لك علما ان موقع الذاكره يحتوي على، فاذا هاي الخطوه ما لها داعي، اعاملها كام فقط. زين هسه شريط، هسه شريداني اريد انقل احمل الموكم، يعني انا اريد اودي للموكم، اذا شو اقول؟ موف من الذاكرة. واضحة؟ طريقة أخرى، طريقة أخرى نفس هاي الخطوات، لكن أكو عنوان، أكو إعاز يحمل بالموقع مباشرة من هذا العنوان، يحمل بالموقع مباشرة بهذا العنوان، فش أقول له؟ LDA اللي هو Load Accumulator، يعني حمل الموقع رأسا بمحتويات العنوان EE 00. وهذا ياخذ 3 بايت. يا رب سد المايك. يلا سد. نعم. هذا ايش قد ياخذ؟ 3 بايتات. اذا ممكن هذا نكتب الإعاز، ممكن نعوض عنه به هذا. واضحه؟ هاي ايضا طريقه.
مثال آخر، اخزن محتويات السجن سي إلى موقع الذاكرة وعنوانه 7080. طبعا أنا منطيتك علما أنه البرنامج يبدأ بالعنوان 4000، إذا لازم أتقيد، لازم أبدي بالبرنامج من 4000. زين، شي يريد هو؟ أريد أخزن سي إلى موقع الذاكرة، وهنا أنا ما منطيتك أي بيانات، يعني ما منطيتك أنه سي يحتوي على هالقد بها رقم، أو الدي يحتوي أو الذاكرة تحتوي، إذا راح أعاملها كسي وكأم، واضحة؟ زين، بس عندي عنوان ذاكرة، إذا لازم أول شيء أحمل عنوان LXI H جيت 7080، يأخذ 3 بايتات العفو. هسه شو يداني؟ أريد السي أحطه بالإم، أخزن السي في موقع الذاكرة، فأقول له move السي للإم، وها هي. واحد بيكم طالب قاوي هواية يقول ست أكو إعاز للخزن، أكو إعاز للخزن، أنا أخزن السي أقدر مباشرة بالإم، بس شنو هذا؟ يتعامل فقط مع الماركب، يتعامل فقط مع الماركب. إذا بهالحالة لازم أودي هاي طريقة ثانية، لازم أودي سي للماركب وبعدين أسوي عملية الخزن STA و 70-80، 70-80، واضحة هذه طلاب؟ واضحة. بس العفو طلبات، واضحة هاي المثالين؟ أنا دا أخذكم أمثلة واية على مود أنتوا هسا، ما أعطيكم طبعا هاي المزمة مع الأمثلة المحلولة كاملة إن شاء الله توصلكم، على مود وراها تحلون أكثر. زين، وهسا أنتوا إذا تحبون تكتبون ويا اللي دا كتبه أنتوا يعني بكيفكم، وهذا طبعا كله تسجيل محاضرة راح تنزل عندكم على اليوتيوب. ناخذ ايضا مثال اخر. نعم، اقول شو وصف يا ريت ان شاء الله علمت كم تنشرها. اي ان شاء الله. حمل السجل دي بمحتويات موقع الذاكره، هذا مثل ذاكره نفس الشيء، بس اريد انقل من السجل العفو من الذاكره للسجل دي، من الذاكره للسجل دي، عندي دي وعندي ام وما منطيتك محتوياتها، اذا ماكو داعي انقل لها الارقام، بس عندي عنوان الذاكره راسا أقول له LXI. طبعا هنا علما أن البرنامج يبدأ من 4000، أنا أعطيك إذا ما أعطيتك العنوان فأنت بكيفك تبدي من أي. نعم أستاذة، أنا آسفة بس كان النت يقطع من ذات الأسماء وما جاوبتك. أي ها هذا ما عادي عادي، بس موجود اسمك عندي بال أنه انضمام. اي تمام استاذة، شكرا، الله يخليك. FE00 4001 4002. الان انا جاويد اسوي حمل السجل دي، يعني انا اريد اجيب محتويات واحطها بالسجل دي، واضح؟ حمل السجل دي يعني انا دايد احمله، دايد انقل له محتويات منين؟ من الذاكرة. اذا موف دي للام، واحد بيكم يقول لي صدق اكو انا عندي اعاز للتحميل اللي هو LDA، لكن هذا شنو يحمل الموكم؟ زين انا اريد اودي للدي، اذا بهالحاله احمل بالموكم وبعدين اودي للدي، او طريقه اخرى اقول LDA العنوان مباشره وبعدين اقول له موف هسه وين صار؟ صارت ذاكره، صارت بالاي، هسه من الاي اوديها لل، فإذا هذا ممكن أو هذا ممكن،
وانت بالامتحان حر تحل بالايعاز اللي تريده كبرامج، لكن انا جزء اجيب لك فراغات واقول لك هذا الايعاز ينفذ هذا واختار لي اياه مثلا او كتبه وهكذا، لكن بالبرنامج انتم حرين تستخدمون هاي الطريقه او هاي الطريقه. مثال اخر، السجل دي يحتوي على 40 والسجل اي يحتوي على 20، اخزن محتويات السجل سي في موقع الذاكرة التي عنوانها 40-20. هنا أنا واحد بيكم يقول السجل دي يحتوي على 40 والسجل اي يحتوي على 20، هاي اي وهاي دي، العفو. هسه السجل دي 40 والسجل اي 20، زين، وهو يريد انه اخزن السجل سي بموقع الذاكرة اللي عنوانها 40-20، اذا هذا سجل مزدوج بموقع الذاكرة بعنوان الذاكرة بعنوان الذاكرة، اذا هذا مثلا اقدر احمله LXI دي 40-20، يعني دي ياخذها دي اي، شلون كنا نقول ال اكس اي اتش ياخذها اتش ال، فهو هنا ياخذها دي اي، ياخذ 3 بايتات. هسه شو يريد؟ يريد اخزن السي بالام بالذاكره، اذا شو اقول له؟ موف سي بالام 2004 اتش ال تي، زين؟ هنا ممكن طريقة أخرى يقول لي أنه رأسا يخزن الدي بموقع بالمحتويات الدي اي، محتوياته الدي اي يحطها وين؟ بالسجل المزدوج اللي هو الإيعاز تي اي اكس دي اللي هو دي اي، يعني اخزن محتويات السجل المزدوج وين؟ بالاي. اذا هنا شنو صار عندي؟ بالاي، زين، هنا اخزن الاي في محتويات السجل المزدوج دي اي، زين انا عندي داود اخزن السي، اذا لازم قبلها شو اقول؟ موف سي للاي وبعدين اسوي عمليه الخزن، بعدين اسوي عمليه الخزن، واضح هذه؟ فانت حر تريد تستخدم هاي الطريقة؟ تريد تستخدم هاي، ممكن انه ال اكس اي واحد بيكم يقول لي ست اني ححملها ام في اي، فممكن ال ام في اي دي 40 ام في اي اي 20 وسوي عملية النقل، واضح؟ فانت حر باي طريقة تستخدم. هنا هذا شو راح يسوي؟ هذا مباشرة راح يروح للسجل المزدوج محتوياته اللي يخزن بيه منه الاي، بما انه انا دايد اخزن السي فلازم قبلها انقل السي الى الام. اكو سؤال على هذا الامثله؟ امشي ماشي. هسه مثال 8، ادخل محتويات البوابة رقم 8 الى السجل دي. اني بما انه عندي بوابة اذا عملية الادخال وين تصير؟ تصير مباشرة للمركب. اذا شو اقول له؟ 2000. اذا ما ذكرت لكم علما ان البرنامج يبدا بالعنوان كذا فانت ابدي من 2000. اذا شو اقول له؟ ما دام عندي ادخال وبوابة او اخراج وبوابة واسا افكر بالان والاوت. فاذا اقول له ان ورقم بوابة قد 8. هسه هذا راح يجي محتويات البوابة 8 إلى وين تجي؟ إلى المركب، هاي ثابتة. زين، ايش قد ياخذ؟ بايتين 2002.
هسه أنا وين أريد أدخل البوابة إلى سجلدي؟ إذا هسه دخلت وين؟ للمركب. إذا مجرد عملية نقل من المركب إلى LD. واضحة؟ نسيت. مثال 9 يقول لك السجلين HL 31 41، هذا عنوان ذاكرة، يعني اخزن محتويات السجلين في موقعي الذاكرة والعناوين. يريد اخزن 30 40 30 و40، وين اخزنها؟ هاي عندي الذاكرة. واضح؟ العفو بس عيد السؤال هسه خلي عندي اشوف، خلي أكثر ارسم بيوم. لحظة. شي يريد؟ يريد هنا عندي ال HL وحدة بيها ال H بيها 30 وال L بيها 40 وال L بيها 40. واو، واحد بيها 30، واحد بيش قد 40. واحد بيه 30، واحد بيش قد 40. أريد أخزن 30 40 في موقعي الذاكرة FF00FF01، يعني أجيب 30 هنا وال40 هنا. خزن خزن زين. أريد أخزن اللي عاز اللي يسوي لي عملية خزن بموقعين ذاكرة بصورة متسلسلة هو واحد، أكو خزن وأكو تحميل. إذا تحميل شنو؟ أريد أنقل من الذاكرة للسجل. إذا من السجل للذاكرة تعتبر العملية خزن، تعتبر العملية خزن. يعني أنا أريد أجيب 30 هنا وأريد أجيب 40 هنا، فاللي عاز اللي يقوم بعملية التحميل أو الخزن في موقعين متسلسلين من الذاكرة هو الخزن SHLD والتحميل LHLD. إذا SHLD شو راح يسوي؟ راح يجيب ال 30 هنا وال 40 هنا. واضح؟ من يكون عندكم عملية خزن أو تحميل في موقعين متتاليين من الذاكرة نستخدم SHLD أو LHLD. فإذا هذا الحل مالته هو شنو؟ أول شيء 2000. زين أني قاعد لكم أنه الـ H يحتوي على 30 والـ L يحتوي على 40، إذا شو أقول؟ MVI H 30 اللي عاز عفوا عملية خزن في الذاكرة في موقعين متتاليين، فايش يطلع عندي؟ فايش يطلع عندي؟ SHLD هذا خزن السجل المزدوج في محتوياته في موقعين متتاليين من الذاكرة 2005 HLT، ياخذ بايت واحد. واضحة هاي؟ مثال آخر، أخرج محتويات موقع الذاكرة. خلينا نفتح صفحة جديدة أحسن. هاي واضحة طلاب؟ طلاب عليها سؤال؟ إذا بالعكس، إذا أريد أودي من الذاكرة للـ HL، إيش أقول؟ أستخدم LHLD. هذا اللي عاز زين يعني
خاصة بالسجل المزدوج HL أخذنا في مواقع ذاكرة متتالية، مواقع ذاكرة متتالية. نمساه. هاي بوقت لحظة. طلاب واضحة الأمثلة إن شاء الله؟ أريد مشاركة، ترى نعم المشاركة كلها واضحة جدا عليها واضحة تعتبر نشاط لكم. واضحة واضحة ماشي. أي نقطة توقفون بها قولوا لي. هسه أخرج محتويات، أخرج محتويات موقع الذاكرة اللي عنوانه 7800 إلى البوابة رقم F0، علما أن البرنامج يبدأ من 5000، إذا 5000 زين. أريد أنقل، العفو، أسوي إخراج. من أقول إخراج وبوابة وأسأل أفكر بالأوت، إذا أدخل بوابة أفكر بالإن، أفكر بالأوت زين. أنا أريد أسوي أخرج موقع المحتويات الذاكرة زين. هسه انا عندي الاوت يتعامل فقط مع الماركم، يخرج محتويات الماركم. اذا لازم بالبدايه شو اسوي؟ انقل المحتويات الذاكره للماركم واسوي لها عمليه الاخراج. اذا ايش اقول؟ LXI H 7800. هنا انا ما كاتبت لك ايش قد يحتوي موقع الذاكره، فاذا ماكو حاجه لعمليه ال MVI. هسه ايش اقول له؟ موف M لل A، move M لل A. هسه وين صارت المحتويات؟ صارت بال A. إذا هسه أسوي عملية الإخراج. Out يا بوابة رقم F0. أيضا هذا ياخذ بايتين HLT. واضحة؟ ممكن واحد بيكم يقول لي ست ليش موف ام لل ال، انا عندي اعاز يحمل بالموقع مباشره من العنوان. اقول له ال دي اي 7800 وهاي تبقى طبعا نفسها وياها يعني. ست العناوين دائما تكون 2000 بس اذا تغيرت بالسؤال نغيرها. اذا انا كاتبت لك علما ان البرنامج يبدا من هذا العنوان، انت اكتبه من العنوان اللي كتبك اياه. هسه بالمثال كاتبه علما ان البرنامج يبدا بالعنوان 5000، وإذا ما ذكرت لك أنت ابدي من 2000. واضحة؟ تمام ست. نعم. هاي عملية الأوت. هسه راح نجي أيضا موقع مثال آخر. موقع الذاكرة ذو العنوان، إذا عنوان الذاكرة وش قلت؟ EE00 يحتوي على بيانات بقيمة 45، المحتويات 45 يعني بالذاكرة. حمل سجل الموكم بمحتويات الذاكرة التي عنوانها EE00، البرنامج يبدأ من 5000. عندي عنوان وهسه شو اسوي؟ LXI H EE00. هسه ما دام عندي الذاكرة تحتوي على هالقد بيانات، إذا شو أقول؟ أحط البيانات بالذاكرة أجهزها MVI M45، إيش قد تاخذ؟ بايتين. هسه إيش داوي داني؟ يقول موقع الذاكرة حمل سجل الموكم بمحتويات موقع الذاكرة. التحميل هنا أنا ممكن إنه أنا أقول نقل، يعني تحميل شنو؟ يعني دا ودي من الذاكرة للموكم. إذا شو أقول؟ move A، العفو M لل A. يعني هسه المفروض ال A ايش قد يكون ب 45؟ 45. إذا move، شو بدي يكتب؟
دي ما خلاص احنا قلم. هسه نرجع المثال، أنا أريد موقع ذاك هو إي إي زيرو زيرو، ودحتوي على إيش قلت 45. ما دام عندي بيانات، العفو، ما دام عندي عنوان، شو هسه شو أقول؟ إيش قد ياخذ بايتين؟ 3 بايتات، العفو. MVI هنا شنو لازم، بما انه كاتبت لك علم ان الذاكره تحتوي على هالجيت، اذا احط البيانات اللي تحتويها وين؟ بالذاكره. هسه شو اريد اني؟ اريد اخلي احمل الموكم من الذاكره، اذا عمليه نقل موف من الموكم من الام للموكم 2006 HLT. هنا اذا الاي هنا ايش قد راح يساوي؟ 45. واحد بيكم ست، انا عندي جهاز، عفوا، اعاز جاهز، وسن يروح يجيب من الذاكره اللي عنوانها كذا ويحطها وين؟ بي ال اي. شنو الاعاز؟ ال دي اي. وسن اكتب العنوان مالته، يعني طبعا انا اسوي هاي الخطوات نفسها اعيدها هنا، وبدال هاي استعيض عنها بي ال دي اي 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 00، وهذا ياخذ 3 بايتات. هاي السجل H يحتوي على 55، والسجل L يحتوي على 77. اخزن محتويات هذين السجلين في عنوان، بس اشوف اني عملية انه موقعين متتاليين للذاكرة، بس افكر بيش؟ افكر بالإعاز SHLD وLHLD، تحميل وهذا خزن، تحميل وهذا خزن. إذا هسه أنا شنو؟ داويد أخزن مو محتويات هاي السجلين بالذاكرة، إذا شو أستخدم؟ خزن. إذا أستخدم خزن. وأسن هذا الإعاز، طبعاً أنا لازم أحط أول شيء البيانات بالذاكرة، أحط العنوان 2000، هنا أنا كاتبت لك العنوان يبدأ من 3000. العفو. LXI ممكن هيك أحمله، ممكن أحمله أجزئه. ممكن أقول MVI H 55 و MVI L 77، أنت بكيفك. هسه مجرد أكتب S H L T. ها العفو قبلها، هسه إحنا حملنا البيانات بال H وال L، ما أريد أخربطكم بيها. لحظة سأسوي لكم فتشي. نرسم الخريطة أحسن لنا. هاي هي الذاكرة، عفوا، هاي هي الذاكرة. فأني أريد أجيب 700 701، أريد شحط بيها، أحط بها 55 وأحط بها 77، واضحة؟ إذا هنا أول شيء أحط 55 77، أول شيء أحط الـ MVI بالـ H والـ L. MVI إيش قد؟ لا فضي أكتب فوقها هنا، أنا خليني أكتب علما أن البرنامج عنوان يبدأ 3000. MVI H 55 MVI L 77
هسه عملية الخزن بموقعين متتالية من الذاكرة SHLD وتوقف HLT. زين هنا أنا واحد بيكم يقول لي زين هو شلون راح يعرف عنوان الذاكرة SHLD؟ شلون يعرف عنوان الذاكرة حتى ياخذ التسلسل الثاني؟ إذا لازم شو أقول له SHLD شنو؟ 7 من 100. هاي خليتكم ياها الأخير على مود تعرفون شلون نحطها. 7 من 100. هاي شوي هذا نسحبه فوق. نعم 7 من 100. فهو مباشرة راح يروح يحط 55 بالعنوان 7 من 100 ويحط 77 بالعنوان مباشرة يزيد 1 7801. اخزن السجل في موقع الذاكرة 5600. لحظة خلينا نمسح. اخزن السجل بي في موقع الذاكرة 5600. عنوان الذاكرة ايش قد؟ 5600. اريد اخزن بيها ايش قد السجل بي؟ علما ان محتويات السجل دي هي 56. اذا الدي 56 والاي هي 0 0. اذا الدي اي هو سجل مزدوج يحتوي على عنوان الذاكرة اذا معناتها عنوان الذاكرة وين موجود؟ موجود بسجل مزدوج. عنوان الذاكرة وين موجود؟ موجود بسجل مزدوج. فاكو عندي تحميل غير مباشر اللي هو شنو اني اريد او خزن غير مباشر انه اخزن الاي مباشرة بمحتويات السجل المزدوج دي اي. يعني مباشرة راح اروح على الذاكرة 5600 مباشرة راح اروح اخزن بها محتويات ال اي مباشرة اللي هو لعاز اس تي اي اكس ودي. اعيد ليا سجل مزدوج. لازم قبلها ايش اسوي؟ احمل ام في اي دي 65 MVI E00 وراها أقول له روح. زين ست أني شو اسمه بس أنا أريد أخزن السجل بي. أني أريد أستخدم السجل بي أريد أخزنه مو سجل أي، وهذا يخزن بس الأي. إذا قبلها لازم شو أقول له؟ موف بي للأي. وأنت أي طريقة تريد تستخدمها استخدمها، أي طريقة تريد تستخدمها استخدمها. واضحة؟ يعني ممكن أنه بالموف موف من البي إلى الام رأسا. هو يفتهم أنه يخزن البي وين؟ بمحتوى بي الذاكرة اللي عنوانها 5600. بس أنا عددت لكم الأمثلة حتى تتعدد عندكم الطرق حل كل برنامج. زين أنقل البيانات F3 فوريا إلى السجل E، ثم أنقل محتويات السجل C إلى السجل B، ثم انقل محتويات السجل B إلى السجل D، ثم انقل محتويات السجل D إلى موقع الذاكرة اللي عنوانها 5060، والبرنامج يبدأ بالعنوان 5000. زين راح نجي هذا المثال رقم 14. أني بس عندي ذاكرة أفكر بالعنوان أخلص من عنده. يريد البيانات مباشرة اللي هي الاف 3 فوريا إلى محتويات السجل E. إذا شو أقول وسن MVI من عندي رقم أريد أودي السجل وسن أفكر بالـ MVI. مرت علينا كل هواية هاي البيانات اف 3 ياخذ شقد بايتين. هسه شو يريد بعد؟ أنقل محتويات السجل C إلى B، كلها عملية نقل بين السجلات موف C ل B، ثم انقل محتويات السجل بي الى السجل سي، العفو الى السجل دي، ثم انقل محتويات السجل دي الى موقع الذاكرة
هذا السؤال، هذا الحل مالته. أنقل البيانات، مثال 15، أنقل البيانات فوين إلى الذاكرة وعنوانها، هاي واضحة، نحمل موقع الذاكرة العنوان وننقل 44 بالإم في آي للذاكرة، وكاتبت لكم بطريقة أخرى باستخدام LDA أو الـ STA، أنا أريد أنقل 44 للذاكرة، زين؟ زين، إذا أقول لك مثلا باستخدام طريقة STA، باستخدام طريقة STA، إذا بهالحالة لازم الـ STA يتعامل فقط مع الماركم، إذا بهالحالة لازم أنقل 44 إلى الماركم وبعدين أستخدم STA العنوان اللي أريده، ولازم قبلها أكون محمل العنوان، أدخل محتويات رقم البوابة 79 إلى موقع الذاكرة وعنوانه EE00. ما دام عندي ادخال افكر بالان، وعندي الان والاوت يتعاملون فقط مع الماركم، اذا شلون لازم اني ادخل من ادخل للماركم ومن الماركم اشوف وين اودي، اذا ادخل محتويات 3000، هو راسا وين حيدخله؟ للماركم. هسه دخل الماركم، انا اريد يروح للذاكره، اذا شو اقول له؟ موف اي للان. زين، هنا يقول لي ست انت نسيتي تحملين العنوان، فهنا أنا قبلها ال اكس اي اتش والعنوان اللي هو اي اي 00. ها هي هنا ممكن استخدم بدال الموف، ما دام عندي موكم وعندي ذاكره استخدم اس تي اي، انت بكيفك. أخرج محتويات السجل B إلى البوابة رقم 90، إذا إخراج شو استخدم؟ Out. زين، سجل B إلى بوابة 90، سجل B إلى بوابة 90، قلنا الـ in والـ out يتعامل فقط مع الماركم، إذا بهالحالة لازم أول مرة محتويات السجل B أطلعها أوديها للماركم وبعدين أسوي له إخراج، إذا move B إلى A وبعدين أقول له out 90. شوفوا من ضمن ان شاء الله الملاحظات اللي راح تقروها بالامثله قبل ما تبدون تحلون الامثله، يقول لك بالادخال والاخراج اذا كانت عندي ماكو يعني احد الطرفين مو العفو الطرف اللي اريد ادخله او اخرجه مو ماكم، انتبه اذا كان اعاز ادخال فادخل للماكم وبعدين انقل الى اي مكان اريده، اذا كان اخراج اودي للماكم وبعدين اسوي اخراج الى اي مكان اريده. شوفوا هنا الموف صارت وايل ان، هنا الموف صارت قبل الاوت. ست عارفه اكو طالب يدخل بس فاضيين على الطلب. انا خلصنا بعد. ها هي. واذا هو كان داخل فهو يطلع عندي. اخرج البيانات بقيمه 78 الى بوابه الاخراج 30. واضحه. اريد اخرج بيانات. اريد اخرج بيانات. انتوا اساسا انتوا حلوا اياها، اخرج البيانات اللي قيمتها 78 الى بوابه اخراج رقم 30. يا طالب بيكم يحل اياها، على درجه. معقوله واحد نفس المثال اللي قدامنا اللي هو موف وانه بنستخدم الاوت، اوت بالبوابه 30. زين. بس الموف يعني قصدك انه لازم انقل الموكم. اي نعم لازم. بس هنا عندي بيانات ايش استخدم؟ ام في اي. ممتاز. ام في اي 78 وبعدين اقول له اوت 30. واضح؟ زين. اخرج محتويات الذاكره وقيمتها 60 وعنوان الذاكره الى بوابه اخراج رقم 56. خلينا نحل هذا السؤال. مثال 19. أول شيء أنا إيش عندي؟
عنوان باكي واخليه احمله واخلص منه. منطيتك اني قيمة محتويات الذاكرة، اذا شو اسوي؟ احط هاي القيمة بالذاكرة اللي هي 60 للام. هسه شنو؟ اريد اسوي عملية الاخراج. زين اني ما عندي ايعاز يقول لي اخرج من الذاكرة الى بوابة اخراج، اذا لازم شو اسوي؟ اودي للموكب وبعدين اسوي له عملية الاخراج. إذا موف اي لل العفو ام لل اي واسوي عملية الاخراج اللي هي الاوت ايش قد 56، ياخذ بايتين واخر شيء اتش ال تي. واضحة؟ واضحة؟ إذا مجرد انواني من اعطي قيم تحطها بمكاناتها عن طريق الام في اي. إذا منطيتك قيم أعاملك كام، أعاملك بي الكسي. زين قبل الإخراج لازم يكون الناتج بالموكب اللي أود طلعه، والإدخال بعده يكون عملية النقل إذا أنا أود طلعه إلى غير، إذا أود أدخله إلى غير مكان الموكب. هذا السؤال أيضا نفس فوق، أخرج البيانات 45 إلى بوابة الإخراج EE، نفس الشيء انقل ال 45 ام في اي للموكب وبعدين اسوي لها عمليه الاخراج. هاي هي امثله على اعازات نقل البيانات. هاي هي امثله اعازات نقل البيانات. الاسبوع الجاي ان شاء الله بعون الله ناخذ امثله على الاعازات الحسابيه. امثله على الاعازات الحسابيه. اذا اكو اي سؤال، اذا اكو اي سؤال هنا لي. ماكو سؤال؟ مشكورة بارك الله بيك. الله يسلمك. حتى نبدي بالأسبوع الجاي إن شاء الله مثل ما قلت لكم نسوي الإعازات الحسابية ونشوف يعني أيضا همين نحل كم أمثلة. طبعا هسه أنتم المفروض بعد أنه تحلون هاي الأمثلة يكون عندكم أنه يعني شلون تمارين، تمارين بالموضوع يكون عليكم أسهل. حتى من نجي على الحسابية أيضا راح نشوفها أسهل. هسه خليني أوقف التسجيل بس هذا الماوس شكل عندي. هاي اللوحة اللي مثل صبوها إن شاء الله تكون فائدتكم. نعم أساني عندي هذا الحضور، شوفوا نعم حياته، هذا هو حضوركم. ما تنزلين رابط يعني ست؟ لا ماكو. المشاركة اليوم يعني لها درجة؟ طبعا شو لاد قلت راح اجيب لكم واجب بيتي بس ما لازم تاكلينه. مو اعطيكم الامثله احسن وتكون الامثله عندكم افضل. اي صحيح ست، على مود نفهم المادة. عم تفهموا اكثر. نعم نعم خليني اوقف التسجيل.